الراجل هذا هو أول فنان عمل صفقة مع الشيطان، روبرت جونسون. في أول الثلاثينات في قرية صغيرة في أمريكا كان عمر روبرت 16 سنة، وهوني وين قرر اللي هو يحب يولي مغني متاع بلوز، وهوني وين باش يصير أول شوك روبرت، وعرف اللي هو ما عنده حتى مهارة وحتى حد ما قبله ولا حبه. وفي ليلة من الليالي روبرت كان مروح لداره، ووقتها لازم يتعدى على حقل كبير وظلام، وقبل ما يوصل جبد روبرت الجيتارة متاعه وقعد يغني ويعزف بحسرة في قلبه. وفي لحظة يظهر راجل طويل ولابس كله أكحل قدام روبرت. وقتها تفاجأ روبرت وعرف اللي هذا الراجل ماهوش إنسان عادي، ورغم الخوف اللي حس بيه إلا أنه تشجع وقرر باش ما يهربش. وهو مازال في حالة الذهول متاعه وسأله الراجل، قالوا شنو مشكلتك؟ وقتها روبرت جاوبه قالوا راني نحب نولي مشهور أما راني ملقيتش ثنية. فجاوب